السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اليوم الخميس هو أول أيام ذي الحجة، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. عيد أضحى سعيد على الجميع، وبذكر نفسي وإياكم بصيام التسع أيام الأول من هذا الشهر المبارك وكثرة التلبية والتكبير في هذه الأيام المباركة. نتكلم عن مباراة النادي الأهلي وسموحة. طبعا المباراة زي ما انتم تابعتوا وتابعنا مع بعض خلال البث المباشر انتهت بفوز نادي سموحة بثلاث أهداف مقابل هدفين، والمباراة كانت ممكن تخلص فرق 7-8 أهداف لصالح النادي الأهلي لولا رعونة بعض لاعبينا في إنهاء الهجمة بشكل غريب. محمد شريف لازم يراجع نفسه، أفشة لازم يراجع نفسه، صلاح محسن لازم يراجع نفسه. طبعا في ناس كتير بتتكلم عن التحكيم، طبعا أنا مش هقف برضو عند الكابتن سامي قمصان، لازم أوجه له التحية والشكر. النادي الأهلي نادي كبير، سامي قمصان اتحمل المسؤولية في وقت صعب بعد رحيل بيتس موتسماني. مش هعامله زي ما بعامل بيتس موتسماني أو معامل مدير فني أجنبي، ده راجل جاي مدير فني مؤقت شال المسؤولية وطلعنا من هذه الفترة بأقل الخسائر. لكن لو هقف عند اللعيبة، كابتن سامي قمصان مش مكمل معايا، المدير الفني ريكاردو سواريز هو اللي هيكمل معايا خلاص، يعني بداية مباراة بتروجيت، لكن هؤلاء اللعيبة هم اللي هيكملوا معايا الموسم. فعشان كده لازم أقف وقفة مع اللعيبة، لازم تحاسب نفسها. محمد هاني كان سيء النهاردة، تحركاته ناس طبعا شافوا الشوط الأول، وكل لعيبة النادي الأهلي الشوط الأول كانوا رائعين الشوط الأول قبل هدف بتاع نادي سموحة. بنلعب لدرجة شفنا ماتش من أمتع ماتشات النادي الأهلي لعبها الشوط الأول، أول 20-25 دقيقة نقل الكرة بشكل جيد، بنطلع منتشرين، رحنا ضيعنا مرة اثنين ثلاثة، محمد شريف 6-7 فرص، أفشة انفراد، صلاح محسن انفراد، نعمل ايه تاني؟ من امتع المباريات اللي النادي الاهلي لعبها. لولا الاخطاء الساذجه اللي وقع فيها رامي ربيعه كنا كلنا بعد المباراه، وطبعا سجلنا يا اخي 3-4 فرص من اكتر من 19 فرصه، لو حسبتها 19 فرصه للنادي الاهلي، سواء لطاهر او لمحمد شريف الاكثر فرصا تقريبا بتسع فرص، يعني ده له نصيب الاسد في تضييع الفرص. افشه، صلاح محسن، حسام حسن، وليد سليمان برضو رأسيات، ضيعنا فرص كتير جدا جدا جدا. على الجانب الآخر نادي سموحة استغل أنصاف الفرص، يعني الأهداف اللي جابها الهدفين اللي جابهم مروان محسن، ممكن لو في ناس مدافعين عندهم حنكة ومتمكنين ما كانش ممكن الأهداف دي تسكن مرمى النادي الأهلي، يعني زي ما بعض المحللين كانوا يقولوا كانت بس شد ياسر وهيم شده من منتصف ملعب النادي الاهلي، لو محمد هاني شده او كوكا شده من خارج منطقته كان هياخد انذار والقصه انتهت يعني. لكن قدر الله ما شاء. طبعا سامي قمصان يتحمل مسؤوليه الهدف الثالث تحديدا بسبب تغييره، انه زود النواحي الهجوميه على حساب النواحي الدفاعيه بخروج رامي ونزول حسين الشحات. لحسين الشحات برضه لازم يراجع نفسه، زي ما قلت لحضراتكم رب ضرة نافعة، وهي الخسارة مع مدير فني جديد، هيبص أكتر وهيشوف أكتر ويشوف مين المقصرين أكتر، وأتمنى إنه يفرز. طبعًا النادي الأهلي من مباراة الزمالك وأداء اللعيبة وكم الفرص الأهلي ضيعها، وقتها طالبت مجلس إدارة النادي الأهلي من توقيع عقوبات على اللعيبة وخصم مبالغ مالية، لكن الجمهور قال لك ادعم. النهارده لازم يكون في وقفة مع هؤلاء اللعيبة بصراحة يعني. طبعا الناس بتتكلم عن التحكيم، التحكيم كان سيء، لكن لو كنت كسبت فرق هدف او اثنين ما كنتش هتكلم عن التحكيم، لكن التحكيم كان سيء. طبعا في كلام عن في ضرب الجزاء، في كلام عن تضييع الوقت من قبل البنا، لكن زي ما بقول لحضراتكم لو كنت كسبت كجمهور النادي الاهلي مش عشان اكون منصف وعاوز اكون ابني لفرقتي بالفعل الوم نفسي،
واحاول انتقد لعيبته. طول ما اللعيب عارف ان في رامي ربيعه الاربع خمس مباريات او الثلاث اربع مباريات اللي لعبهم واجاد فيهم، لانه الجمهور النادي الاهلي ما كانش مقتنع بيه وكان دايما في ضغط والنادي بينتقد رامي. رامي مشي بشكل جيد، اول ما رامي حس بالاطمئنان وان الجمهور اشاد بيه على السوشيال ميديا هو ياسر ابراهيم، الدنيا باظت النهارده. علشان كده تاني وتالت وعاشر، لو قلبك على النادي الاهلي سيبك من قصه. طبعا بننتقد التحكيم وهنهاجم التحكيم لما يكون في، وطبعا اللي قلت لحضراتكم التحكيم النهارده اخطا، لكن مش هو السبب الرئيسي عشان نكون منصفين. انا المشكله عندي في اللعيبه، مشكله في محمد شريف، مشكله في رامي ربيعه، مشكله في قفشه البطء في الهجمه، عندي مشكله في اللعيبه ما بترجعش تقوم. يا راجل يا طيب، ده انا مر عندي فرص اربع خمس لعيبه من الاهلي على ثلاثه واربعه من سموحه وما بعرفش اسجل. يا راجل يا طيب، انفرادات عندي سواء لقفشه او مروه او صلاح محسن او محمد، ما بعرفش اسجل. على الجانب الاخر لعيب في وسط ثلاثه بيسجل في نادي، الى جانب عدم عوده زي ما بيقول حسين الشحات، قفشه لما في الهجمات المرتده كل واقف بيشوف حسين الشحات بيمشي ازاي. لما يكون في هجمه مرتده عليا ممكن وصلت اوقات ثلاثه من سموحه على اثنين من النادي الاهلي، حسين البط حسين الشحات المفروض خارج النادي بدون زعل، صلاح محسن لو مش هيضيق خارج النادي الاهلي بدون زعل، قفشه لو ما اتظبطش اشوف لحد تاني، اشوف لاعب صانع العاب. لا 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 يا جماعه، لازم مهاجم قوي جدا جدا النادي الاهلي. صلاح محمد شريف خلاص استنفذ كل فرصه، استنفذ كل فرصه. زي ما اتكلمنا عن محمد هاني، ما بقاش حد يقول لي ادعم دي، ادعم ليه؟ واحد بياخد ملايين والدعم بيجيب نتيجه عكسيه، لعيب ما بيطورش من اساس من 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 من, من مستواه وانا بدعمه، لازم ياخد على دماغه، لازم اللعيب الجمهور ينتقد، ينتقد بادب، ياخد على دماغه. مش معناه اتجوز فيه او ابقى سافل او لا لا، انت النهارده خساره ان انت تشارك، انت لا ما تستحقش ترتد تيشيرت، طبيعي النقد الطبيعي. لكن اللي بيحصل ده بصراحه صعب جدا. يعني انباء كثيره بان خالد الدرندلي بيرشح مدرب حراس النادي الاهلي شيليانكون عشان يكون مدرب حراس لمنتخب مصر، لكن شيليانكون هيكمل في النادي الاهلي. وبعض الانباء بتتكلم عن ان كهربا بيدرس انه يتقدم بشكوى ضد خالد الغندور لنشر اخبار كاذبه عنه وتقليب جماهير او تحريض جماهير الزمالك عليه بعد الكلام اللي قاله خالد الغندور في الامس انه حاول يحضر مباراه نادي الزمالك سيراميكا والامن منعه، هذا كذب، وقال ان بلغوا هذا الكلام رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مرتضى. وكهربا كان موجود في مركز اللياقه البدنيه، موجود في احد الملاعب الفرعيه التابعه لاستاد القاهره. فكهربا بيفكر في شكوى خالد الغندور اللي عمره ما هيتغير ابدا. عايز اقف شويه عند الدكتور علاء صادق، والناس بتزعل مني لما بنتقد الدكتور علاء صادق. انا عايز اسالك سؤال، انت اهلاوي، هل هذا هو التوقيت المناسب ان انت تتكلم عن مدير فني مشي زي موسيماني؟ انت اهلاوي المفروض تتكلم وتدعم عن المدير الفني القادم. انا اتكلمت وقلت ان الخساره بتاعت النهارده رغم انها قاسيه لكن هتكون جيده للمدير الفني الجديد، هيقف على الاخطاء ونقاط الضعف واللعيبه، مش هيشوف حد، هيشوف بس المباراه، مش هي... مفيش اسماء بالنسبه له، ما يعرفش اسماء. ففكره الدكتور علاء صادق ان نازل عمال يهاجم في سامي قمصان وانه عمال يتكلم فقط عن التحكيم اللي اخطا، رغم ان التحكيم يعني كلمت حضراتكم في ضربات جزاء للنادي الاهلي وجهه نظري ما اتحسبتش زي الكوره بتاعت التدخل على اقدام محمد شريف، المفروض يرجع للفار لكن ما رجعش للفار وغيرها وتضيع الوقت، لكن مش السبب الرئيسي. ضيع، ما كنتش مش معقول ان ضيع 19 فرصه واجي اتكلم في ان التحكيم هو السبب اللي غير، اثر التحكيم. وايضا كلامه عن التحكيم، لماذا علامه استفهام 20 علامه، لماذا لم يتم الاختيار الى حكام اجانب؟ ببساطه من وجهه نظر ربما اكون مخطئ، ان المباراه ملعب مباراه سموحه، وممكن سموحه يقول لك مش موافق على الحكم، انا عايز العب بحكام مصر، مش من حقك ان انت تجيب لي حكام اجانب بكل بساطه. لكن لماذا الاصرار على، هو بيقول لك لماذا عدم الاصرار على حكام اجانب لمباراه سموحه، كانه بيلبس الاداره. راجع عمال يتكلم للاسف بس متاخر، للاسف بس متاخر. عرفنا قيمه موسيماني يا فرحه الزملكاويه فينا. النادي الاهلي لعب مع سامي قمصان مباراه في الكاس، لعب ويسترن كامباني، لعب الزمالك، لعب غزل المحله، لعب سموحه، تقريبا خمس مباريات مع سامي قمصان، خسر
مباراه وتعادل في مباراه الزمالك وكسبنا باقي المباريات. اول هام عقد المقارنه ما بين بيتسو موتسماني وفتره سامي قمصان ظلم كبير لسامي قمصان، لان سامي قمصان ما بياخدش الراتب ولا هو لاعب ولا هو كان رقم واحد في النادي الاهلي. يعني عقد المقارنه بين سامي وموسيماني مقارنه ظالمه لسامي قمصان ومش في صالح موسيماني وان وجهه نظري اللي في النادي الاهلي. واحنا بنحمله والكابتن علاء صادق بيحمله لسامي قمصان سبب موسيماني الاجهاد البدني بسبب عدم التدريب بشكل جيد، الاجازات الطويله، عدم تدريبات اللاعبين على الفينش بتاع الهجمه، كم الفرص اللي ضاعت ايام موسيماني وموجوده ايام سامي قمصان. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، وكان الدكتور علاء صادق النادي الاهلي ما خسرش من المصري مع بيتسو موتسماني، ما خسرنا مع انا بقول لك من اجمل مباريات لعب النادي الاهلي لولا رعونه محمد شريف وقفشه واللعيبه كانوا فنشوا بشكل جيد، لولا اخطاء الكارثيه للدفاع. لكن النهارده تعقد مقارنه بسبب خساره تقول ولا يوم من ايامك يا موسيماني انت كده بتدعم النادي الاهلي، انت كده بتقول لجمهور النادي الاهلي ان مجلس ادارته كان خطا. انه وبعدين نعمل ايه؟ نعرف قيمه موسيماني. موسيماني طلع وقال لك كانت صدمه لمجلس اداره النادي الاهلي ان انا امشي. يعني هل انت كده بتقول للجمهور نبص لقدام؟ هل انت كده بتدعم المدير الفني الجديد؟ وانه انت عايز ايه يا دكتور علاء؟ يعني واللي عايز يهاجمني يهاجمني، انا ما مش هطبطب على حد، انا بتكلم لمصلحه النادي الاهلي، ولا يفرق معايا الدكتور علاء صادق، ولا حدش بيقبضني ولا حد بيديني حاجه. حاجه بقت صعبه. بالنسبه لتشيلسي لوكاكو طبعا كان بيلعب في تشيلسي، راح بكلام فاضي تقريبا 15 مليون للانتر، تالق مع الانتر، اشتراه تاني تشيلسي، رجع ب 115 مليون، قعد معاهم سنه ورجع تاني للانتر على سبيل الاعاره ب 10 مليون فقط. كميه قرارات مجلس اداره اتحاد الكره انهم بيخضوا الجهات الامنيه لحضور 5000 مشجع مباراه الكاس اسوه بمباريات الدوري عشان الجمهور يحضر مباراه الكاس، 5000 لكل للفريقين 2500 و2500، اتمنى الرقم يزيد. ايضا قال لك اسناد ملف هيكله الاداره التنفيذيه الى السيد اللواء محمد حلمي مشهور، نتمنى ان يكون في هيكله بالفعل وما يسيبش وليد العطار في منصبه يعني ويبقى كله اي كلام. طبعا هيكله الاداره الماليه الدرندلي، اعتماد المذكره المقدمه لدار الشؤون القانونيه واحتساب نتيجه مباراه الاهلي والمصري 2001 لصالح النادي الاهلي، تكليف حازم امام والكابتن بركات بمراجعه البرامج الخاصه بالمنتخبات الوطنيه، الموافقه على الاشتراك في دوره المغرب، الموافقه على صرف مستحقات الحكام عن شهري فبراير ومارس، واتكلموا بقى عن الموافقه على مارك كلاتنبرج رئيسا للجنه التطوير، واتكلموا وطبعا البعض بيتكلم عن عصام عبد الفتاح، هيمشي عصام عبد الفتاح لكن هم مش عايزين يقلوه، او بيتكلم معاه جمال علام يقدم استقالتك يا كابتن عصام، وفي عدد من الاسماء مرشحه عصام يتولى رئاسه لجنه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم مارك كلاتنبرج هيكون موجود كرئيس للجنه تطوير الحكام، وفي عندي رئيس لجنه الحكام يكون مصري اما سمير عثمان او جهاد جريشه او ياسر عبد الرؤوف، دول الثلاث اسماء المرشحين حتى الان لتولي هذا المنصب. خالد حشو قلت لحضراتكم ان في ناقد رياضي بيحب شو مره يشتم شوبير ومصطفى ومره يقول لك انا توبت وبتاع، طلع النهارده بعد مباراه النادي الاهلي بيسخر من مجلس اداره النادي الاهلي ويقول لك في انتظار البيان المعتاد من مجلس اداره النادي الاهلي رقم 37 هذا الموسم خلال الدقائق المقبله والاعتراض على التحكيم والمطالبه بحكام اجانب. دمك مش خفيف يا خالد والله. يعني تقارير سعوديه اتكلمت عن كارثه بخصوص هبوط نادي اهلي السعودي الى القسم الثاني، وان في 12 شخص من مشجعي النادي الاهلي توفاهم الله نتيجه ازمات قلبيه وجلطات بعد خبر هبوط نادي. يا ربنا يرحم الجميع، الدنيا مش مستاهله والكره مش مستاهله، الكره للمتعه. اوقات الواحد بيندمج، صحيح السكر بيغلى بيعلى الضغط بيعلى، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا اللهم امين يا رب العالمين. عده انديه بتحاول مع نادي الزمالك الحصول على خدمات رزاق سيسي، في المقدمه نادي الاتحاد السكندري بعد ما قضى معاهم فتره كانت جيده بالنسبه له وبالنسبه للاتحاد السكندري. بالنسبه ايضا ل نادي الزمالك بعد ما كان عليه ضغط بسبب من نادي اهلي السعودي ومحاولات وكلام على ان زيزو ممكن ينتقل، لكن بعد هبوطه طبعا احمد سيد زيزو صعب انه ينتقل طبعا
دوري القسم الثاني في السعوديه والاهلي، لكن الزمالك بقى طموحه زاد، قال لك بدل ما كان هياخد مننا زيزو بيفكروا، قال لك ممكن ناخد منهم اللاعب عمر السومه مهاجم النادي الاهلي السوداء. بتهزروا معاكم فلوس يا اخوانا يعني، بتهزروا ولا ايه يعني؟ ايضا كلام كتير بخصوص بن شرقي وانتقاله النادي الاهلي، وهذا الكلام عاري تماما من الصحه. بن شرقي وجهته هو قطر، كل التوفيق للنادي الاهلي. وفي النهايه تاني وتالت وعاشر، الاهلي محتاج لعيب باك ليفت مع علي معلول، المستوى النهارده برضه ما كانش جيد. الاهلي محتاج لاعب رقم 10، الاهلي محتاج لعيبه على الجناحات، الاهلي محتاج راس حربه. اهم حاجه بالنسبه لي في كل ده راس حربه، راس حربه. النادي الاهلي ما فيش عنده راس حربه القوي، محمد شريف بصراحه ما يصلحش. سيبنا بنضحك على نفسنا لو قلنا ان محمد شريف ممكن يجي، محمد ما فيش في العالم مهاجم، هو اساسا مش مهاجم، محمد شريف مش مهاجم، لكن ما فيش مهاجم في العالم يجي له 10 فرص ما يقدرش يسجل منهم يعني. ده انت لو جبت مهاجم بترول اسيوط ولا بيسموها ايه؟ اسمنت اسيوط، لازم يسجل. ده النهارده احنا الناس كلها كانت بتنتقد مروان، ده مروان قلب زي ما قلت حضراتكم كريم بنزيما. روح الله يسامحكم كلكم يعني. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.